ومع المدينة ومع الفريق اللي نتمنى له من كل أعماق قلبي باش يعني ينجح في مساره، خاصة لا البطولة الوطنية اللي يعني شوف نعاود نرجع للسير، لو كان كان استقرار في اتحاد بلعباس ما يدولوش ست نقط، اليوم راه يلعب على البوديوم، ولكن عدم الاستقرار في نادي هو اللي يخلي هذه المشاكل توقع. واليوم على حسب علمي كاين 17 مراسلة جات من الفيفا إلى الفيدرالية إلى اتحاد بلعباس. عدم الاستقرار هو اللي ما يخليش المتابعة للملفات الحساسة. ونتمنى باش الفريق، لأن عندما توصل للنصف النهائي والنهائي ما كانش فريق كبير وفريق صغير، فريق اتحاد بلعباس كبير والأندية الأخرى كذلك، ولكن الحظوظ 50-50، جو دي بيان 50-50. ان شاء الله مادام راني متواجد اليوم والعائله تاع الرياضيه تاع بلعباس كبرت بيا وتاع الجانب السناده كبرت بيا، نتمنى قلبا وقالبا باش يروحوا جسكوبو ان شاء الله، ولما لا الكاس الجزائر الثانيه ومرتبه مشرفه يعني في المشوار. ونقول لكم شكرا وبارك الله فيكم والله يرحم الجانب السناده. معكم اولا نشكر المقدمين المقيمين على هذه الذكرى تاع السي بن سناده الجلالي الله يرحمه. انا كنت اتصلوا بيا لي ريسبونساب باش نجي نعربيتري، قلت لهم انا ستان دوفوار ليا باش نجي وراني واجد ا تو مومون وجيت اليوم. ونشكر كذلك الناس اللي جاوا ثاني يقسموا معنا هذه الذكرى، ونتمنوا له ان شاء الله الرحمه، فهمت الرحمه ان شاء الله وربي يوسع عليه. شكرا. كذلك لاعب دولي سابق واحد من احسن الشخصيات الرياضيه بدون منازع، وتعرفوه يعني الكل يعني تحت تسميقاتكم مجموعه. إنسان معروف اللي قدم كثير اتحاد بلعباس، اش غادي نقول لك؟ الشيء اللي كان نقول فيه المدور الثاني حنا تأسفنا كل شيء، أنا ثاني فت في هذه المرحلة هذه ونحس بالواحد، اش غادي نقول لكم؟ نقول لكم ربي يرحم ربي ويوسع عليه إن شاء الله. شكرا. وبارك الله فيكم ولك كثر خير. شكرا. اسم الأطرابي الشيخ، وكأن الناس دارت معاه الخدمة الوطنية، وإنسان اللي خدم عنده بديورة بصفة، اليوم حضر قال لك هذا وجب وشرف رغم الارتباطات، هو راه في الناحية العسكرية يعطيك تجربة يعطيك خبرة.